يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، أنا سأحج إن شاء الله العام القادم، فأي الأنساك أخذ بها مع أنني فقير؟ يقولون خذ بالتمتع، لأنني يقول لا أملك الهدي حفظكم الله. إذا أخذ بالتمتع وجب عليه الهدي، ولكن الله يسر، فإذا كان لا يقدر على شراء الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله سبحانه: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.